ازيكم؟ مع الانتشار الغريب لكمية الكورسات اللي الناس بتاخدها وكمية الكتب اللي الناس بتقراها على الموضوع بتاع التطور والتنمية الذاتية وحاجات زي كده، ناس كتيرة بيحصل لها شعور بأنهم المفروض يكونوا واصلين لدرجة معينة من الوعي، ان هم المفروض يوصلوا لحتة مش محتاجين يشتغلوا على نفسهم تاني، او ان هم ليه هم لسه عندهم مشاكل رغم ان المشاكل المفروض ان هم يكونوا حلوها قبل كده وخلاص عدوا المراحل دي and so on. فحسيت ان مهم ان الواحد النهاردة يتكلم عن الفرق بين مفهومين مختلفين تماما، وهو مفهوم المعرفة ومفهوم الوعي. معظم الناس او ناس كتيرة فاكرة ان انا بما ان انا خدت معرفة معينة، ان انا دخلت خدت كورسات قريت حاجات تتلمست على ايد حد، ان انا كده بقى مفروض ده يرفع درجة الوعي بتاعتي، وده في معظم الاحيان مش حقيقة. الفرق بين المعرفة والوعي هو ان المعرفة اللي هي الكورسات او الكلام ده عاملة زي الكتابة اللي احنا ممكن نلاقيها على الصفحة. الكتابة دي ممكن تكون بلغات مختلفة، ممكن تكون بفونتات مختلفة and so on، بس هي كتابة. الوعي هو الصفحة نفسها الكتابة دي بتنزل عليها. فالناس اللي ما عندهاش وعي عالي مهما قرت او خدت كورسات او كده، الحاجات اللي بتاخدها دي هتنزل على صفحة سودة، فدي معناها ان هي مش هتستفيد بيها في اي حاجة، او هتنزل على صفحة منغبشة او مشخبطة، فهيبقى في استفادة نص منها ونص لأ، او هتنزل على صفحة مش باين فيها كلام، فهنبقى جزء منه ممكن يكون مفيد بس نص المعرفة مش دايما بيبقى حاجة مفيدة، لان ممكن انا ابقى فاكر ان انا فاهم كل حاجة بس انا الحقيقة فهمي ده بيسبب لي مكاسب، مشاكل اكتر بكتير ما بيسبب لي مكاسب. وعلشان كده مش دايما مفهوم ان الواحد ياخد كورسات اكتر او يقرأ كتب اكتر او يتفرج على يوتيوبس اكتر او الكلام ده ان هو كده المفروض يكون وعيه ارتفع. فمعظم الاحيان الحقيقة أعتقد للأسف العكس هو صحيح. الوعي هي الصفحة، وهي دي الأهم، من الواحد يشتغل على الوعي بتاعه في الأول قبل ما يبتدي ياخد كورسات على طول أو يقرأ كتب على طول أو يتفرج على يوتيوب على طول أو يوتيوب فيديوز على طول أو الكلام ده كله. مهم أوي إن أنا أشتغل على الوعي بتاعي، لأن ناس كتيرة لما معرفتها بتزيد مشاكلها بتزيد، لان في احيان كتيره قوي المعرفه بتسبب مشاكل اكتر ما بتسبب راحه. المعلومات الكتيره لو انت مش واصله لك بشكل وعيك قادر يستوعبه، فهتبقى دايما بتقرا وتقول اصل انا مش عارف مامتي كانت عامله ازاي فهي نرجسيه، اصل انا بابايا مش عارف كان عامل ازاي فهو سايكوباث، اصل انا جوزي او مراتي كانت عامله ازاي فهي عندها عقد، والعقده دي قريت عنها قبل كده عشان ليها علاقه بالاتاتشمنت ديس اوردر. ففي شويه كلام كبير او الفاظ او حاجات مجعلصه الناس بتقولها دلوقتي كتير عشان هي قرت او دخلت كورسات وسمعت عنها، بس الحقيقه ان الحاجات دي ما فداش بحاجه. ايه اللي انا استفدته لما اسمي ابويا كذا او اسمي امي كذا او اسمي الاكس بارتنر بتاعي كذا؟ ما استفدتش حاجه. الايجو هو اللي بيستفيد ان انا بيحسسني ان انا فاهم، بس الحقيقه انا ما استفدتش، وفي معظم الاحيان بيخلي العلاج بتاعي اسوأ او ابطا بكتير. فعشان كده مهم قوي قبل ما اخد كورسات كتيره ان انا اشتغل على الوعي بتاعي. طب الوعي ده الواحد يشتغل عليه ازاي؟ غالبا الوعي ده اهم الحاجات اللي بتساعد على ان الواحد وعيه يرتقي هو التامل، ممارسه رد التامل. طبعا الصلاه والحاجات الروحانيه بتساعد، بس التامل نفسه كرياضة هي حاجة أو كبراكتس كحاجة الواحد بيعملها بتساعد جدا على رفع مراحل الوعي، لأن بتدي الواحد الفرصة إن هو يفهم نفسه من غير ما يعمل إسقاط على الآخرين في المشاكل بتاعته أو الحاجات اللي عنده. طب هل التأمل هو الحاجة الوحيدة؟ لأ، في لما نمر بمشاكل أو لما نمر بحاجات ربنا بيحطها في طريقنا أو كده أو عوائق، ده بيساعد على رفع مستوى الوعي في أحيان كتيرة برضه، بس التأمل حاجة مهمة جدا. فعلشان كده أعتقد إن مهم قوي
غير ان الواحد ياخد كورسات ويقرا ويتفرج على يوتيوب شانلز ويحضر محاضرات، ان هو المهم ان هو يشتغل على الوعي بتاعه في الاول. الوعي ساعات طبعا كمان بيرتقي في صحبة الناس اللي الوعي بتاعهم عالي، عشان كده في قصص كتيرة بتتكلم على المعلمين أو الشيوخ أو الناس اللي كانوا وعيهم عالي، وده ساعد إن الناس اللي حواليهم وعيهم يرتقي شوية. بس بصفة عامة في رأيي التأمل حاجة مهمة جدا في رفع مستوى الوعي. بصفة عامة برضو لازم نعرف إن لو أنت أو لو أي حد فيكو يعني شايف إن هو لما خد كورسات أو قرا حاجات أو الكلام ده كله وما بقاش أسعد حالا، فالسبب فيه مش إن وعيه ارتقى، هو السبب فيه إن معرفته زادت، بس المعرفة دي ما كانتش معرفة وعيه قادر يستوعبها بشكل كافي. ودايما زي ما قلت قبل كده أو زي ما قلت النهاردة، إن المعرفة الزائدة مش دايما حاجة كويسة الحقيقة. عشان كده حتى كانوا بيقولوا زمان ignorance is a bliss، إن ساعات عدم المعرفة هي نعمة، لأن المعرفة لو وعي مش عالي بتضر أكتر ما بتفيد. عشان كده لازم نفرق بشكل مهم جدا بين المعرفة اللي هي knowledge وبين الوعي اللي هو awareness أو consciousness level of consciousness. وأتمنى لكم وعي زائد على طول إن شاء الله. شكرا.